بدأت لورا إنجلز وايلدر في كتابة سلسلة قصص البيت الصغير بين المروج أو المنزل الصغير في البراري في ثلاثينيات القرن العشرين، وقد نشر الكتاب الأول بعنوان منزل صغير في الغابة الكبيرة سنة 1932. أما الكتاب الأخير فقد نشر سنة 1943 بعنوان هذه السنوات الذهبية السعيدة. وقد ترجمت هذه السلسلة إلى أكثر من 40 لغة حول العالم. المسلسل الذي رافقنا في طفولتنا كان جزءاً منها، حتى أننا في ذلك العمر المبكر اكتشفنا عن طريق قصص عائلة إنجلز نوعية الحياة في الغرب الأمريكي في القرن 19. هل تذكرون الطفلة لورا في المسلسل؟ إنها الثانية بين 5 أطفال لآل إنجلز، وهي كاتبة هذه السلسلة الرائعة التي ليست سوى بيوغرافيا عائلتها. وقد ولدت في 7 من شهر فبراير سنة 1867. البيت الصغير في البراري قصة آسرة لعائلة إنجلز المكونة من تشارلز وكارولين وبناتهم الثلاث ماري ولورا وكاري، والتي انتقلت إلى غابات ويسكونسن وسط مساحات شاسعة من مروج كانساس. قامت العائلة ببناء بيت خشبي صغير، ولكن تحديات كثيرة واجهتهم، بدءا بتهديدات العواصف الثلجية المدمرة في الشتاء إلى المواجهات مع القبائل الهندية من سكان أمريكا الأصليين إلى النضال من أجل استصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة. تعيش العائلة أوقات صعبة وأخرى سعيدة بين لحظات الدفء العائلي والمغامرات المثيرة ودروس الحياة، ولكن لعل هدف الكاتبة ليس التأريخ لتلك الحقبة بقدر ما كان هدفها التأريخ لعائلتها والحديث عن أواصر الحب التي ربطتهم وكانت سبباً لتجاوز كل الصعاب التي واجهوها. تتكون سلسلة البيت الصغير في البراري من 9 كتب، لكن الكتاب التاسع والأخير المعنون بالسنوات الأربع الأولى ليس له نهاية سعيدة مثل الكتب السابقة، ربما لأنه أرخ للسنوات الأولى من زواج لورا وألمانزو وايدلر، واعتقد كثيرون أن السبب عائد لصعوبة تلك السنوات على لورا سواء اقتصادياً أو من حيث التأقلم مع الحياة الزوجية. عاشت لورا 90 سنة، توفيت في 10 من فبراير 1957، ومع هذا لم تعد أبداً لإنهاء هذه السلسلة التي بقيت نهايتها مفتوحة، تاركة جزءاً كبيراً من حياتها وحياة عائلتها مجهولاً.